ما هي الإجراءات التي يتخذها المجلس لتحسين أحوال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا برحب بحضرتك النهاردة في الندوة الثقافية اللي احنا نظمناها النهاردة في المعرض لذوي الكتاب. لكن عايز اقول لحضرتك ان المجلس ليس جهة تنفيذية. المجلس زي المجالس القومية الأخرى هو مسؤول عن رسم السياسات والتنسيق بين الوزارات فيما يخص الفئة اللي هي بتشتغل معاها، يعني رصد المشكلات اللي بتقابلهم، عمل على حلها من خلال تحويلها للمسؤولين التنفيذيين سواء وزارات أو محافظات، إعداد التقارير وتنمية الوعي المجتمعي. إحنا في الحتة بتاعت الخدمات دي مش دور بتاعنا، إحنا بيبقى مش مسؤولين، بنهتم ان احنا ننقل المشاكل اللي احنا فيها اللي احنا بنتعامل معها الى المسؤول مع مقترحات الحل. يمكن ده الاسلوب اللي احنا بنعمله، بنعمل حلول مقترحه لصاحب القرار عشان نسهل له تنفيذ الخدمات بتاعت ولادنا. هل هناك صندوق للشكاوي لتلقي مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصه؟ حضرتك عندنا مكتب في المجلس لخدمه المواطنين، ويمكن ربطنا مع مؤخرا من السنة اللي فاتت ربطنا مع آلية شكاوي مكتب شكاوي في مجلس الوزراء، بحيث يبقى عندنا يعني كونتاكت. الشكاوي اللي بتجي لهم تجينا ممكن نقول رأينا فيها، الشكاوي اللي بتجينا بنبعتها لهم عشان في الآخر نتابع احنا وهم كيفية حل الشكوى من الجهة المسؤولة. وعملنا تدريب برضو بتعاون معهم للناس اللي عندنا، والفترة الحالية هيتم إعلان عن وسائل اتصال جديدة، وإحنا بنحدث المجلس سواء في خط ساخن أو في أرقام التليفونات أو الويب سايت عشان الناس تتواصل معنا قريب. كيف يتعامل المجلس في الحالات المادية التي يحتاجها ذوي الاحتياجات الخاصة؟ دي حقيقة الحالات اللي بتجينا إحنا بنحولها على الجهة المسؤولة إذا كان تضامن اجتماعي أو كده. لكن في حقيقة بعض الحالات إحنا عملنا بروتوكول تعاون مع مؤسسة الزكاة اللي تتبع طبعا شيخ الأزهر، بحيث ان ممكن بعض الحالات محتاجه تدخل سريع شويه او مكلف، فهم من باب الجهود اللي بيعملوها بيتعاونوا معانا بيدرسوها ويشوفوا ويقدروا يلبوها ان شاء الله. هل هناك تشريعات حقيقيه تشمل المساواه في العمل لذوي الاحتياجات الخاصه، وما مدى تنفيذها على ارض الواقع؟ حضرتك النهارده يعني حضرتك شرفتينا في الندوه. القانون رقم 10 2018 حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ده يعتبر نقله نوعيه كبيرة جدا. احنا ما كانش عندنا اساسا قانون يحمي حقوقنا اساسا. فدلوقتي حضرتك اتوجد قانون في كل المجالات، تعليم وصحة وعمل، وبقى فيه مميزات للي يوفر فرص العمل طبقا للقانون الاشخاص ذوي الاعاقة بعد تأهيلهم، حتى التأهيل والتدريب منصوص عليه في القانون وفي لائحته. وفي عقوبات للي يمتنع. كان قبل كده بقى كان الموضوع يعني عفوا شكلا موجود لكن يعني تنفيذا لا. اعتقد القانون الحالي بتفاصيله بمميزاته وعقوباته هتبقى آلية كويسة جدا للتنفيذ، مش يبقى كلام على الورق. وده ان شاء الله هيبدا تنفيذ هذا القانون بدءا من 23 مارس ان شاء الله اللي جاي 2019، بعد اللائحة ان شاء الله هي طلعت، بس في 3 شهور بتعطى للوزارات والهيئات انها تحضر حالها. حضرتك كنت اتكلمت في الندوه عن كيفيه استثمار الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه، يا ريت تعرفني ازاي يعني هتستثمروهم. يعني النهارده اقيم قدراتهم واشوف برامج التدريب اللي هي راغبين يخشوا فيها وهيئها بحيث نديهم فرصه انهم يتدربوا. بيجي النهارده مثلا فرصه تدريب حضرتك وانا ونروح النهارده مكان التدريب نلاقي ان في الدور الرابع وانا ما اقدرش اطلعه، فبتحرم من التدريب لان مفيش اتاحه موجوده. نيجي النهارده زميل عنده اعاقه بصريه، لو وفرنا له التدريب بشكل يناسب امكاناته يبقى الموضوع مثلا فيه خدمه صوتيه او موضوع ببرايل، الكلام ده بينمي قدراته، وبالتالي لما قدراته بتعلى ممكن يخش في منافسه الحصول على وظيفه افضل بكتير من لو ما عندوش قدرات. فموضوع التدريب والتاهيل وفي توفير فرص التاهيل ده مهم جدا، اضافه للاتاحات. فده الكلام ده مهم. لو النهارده صاحب الشركه هو بيحط يعني بنيان لاساس لمصنعه وعامل حسابات الاتاحات في المكان والدخول والحمامات وكله، هيجي له موظف مميز جدا ذو اعاقه يشتغل هو المستفيد. بدون ده بيبقى عائق قدامي نلاقي فرصه عمل شريف اتكسب منها، والمجتمع بيخسر الطاقه الموجوده عندي. ده اللي المقصود. تمام. باختصار كده توصيات واهداف الندوه. التوصيات اساسا يعني احنا هدفنا النهارده كنا نعمل توعيه
للعقبتين يعني العقبتين الاساسيتين اللي كانوا بيواجهوا اشخاص ذوي الاعاقه في الاندماج في المجتمع. واحد هو الثقافه، فكره الناس عننا، الفكره السلبيه دي نتيجه كذا 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 اللي احنا اتكلمنا فيه وازاي ممكن نتغلب عليه. خلاص. الحاجه الثانيه ان ما كانش في تشريع، فاحنا بنقول لا في تشريع الحمد لله اتوجد. احنا بنشكر طبعا يعني مجلس النواب اللي اصدره وسياده الرئيس صدق عليه في فبراير السنه اللي فاتت، وباعلان 2018 طبعا حصل نقله نوعيه كبيره جدا في اهتمام الدوله وتحرك اجهزتها للاهتمام بينا. فكنا بنقول للناس احنا في وضع افضل بكتير وان شاء الله جاي احسن، بس نتكاتف كلنا مع بعض. الاعلام له دور مهم جدا زي ما قلنا جوه برضه. ربنا يبارك فيكم وان شاء الله يدينا مع بعض لصالح بلدنا ان شاء الله. حضرتك نورتني النهارده على بوابه الهلال اليوم، متشكره جدا. بشكرك وبالتوفيق جدا.